وكاش ضيع فرصه تسجيل الهدف. وعرفت مزور عنده الكره، عرفت مزور مع سميت من هناك الجهه اليمنى، يواصل مزور دائما عنده الكره، يبحث عن الوضعيه السريعه لتسديد هيدا من مزور عنده هيدا هيدا تسديده. مروان عبدولي في المكان المناسب، تبقى الخطوره دائما وغياب. شباب بلوزداد واول هدف. فرحه كبيره جدا عند انصار شباب بلوزداد على الجهه اليسرى من مدرجات ملعب 5 جويليه، هدف مقابل صفر، 10 دقائق لعب، المباراه تبعث من جديد والمولوديه عليها والمطالبه بعدم ببذل مجهودات اكبر قصد تعديل النتيجه. كره في الامر، الدفاع يتدخل، هل سيبقى شباب بلوزداد في الدفاع ام انه سيحاول مباغته المولوديه بهدف ثاني بفضل رويغي عزيز وكذلك عمرون طويلة في